السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم هو يوم الاثنين، سوف نتعرف على حرف جديد، لكن قبل أن نعرف ما هو الحرف، هيا نراجع معا الحروف التي أخذناها في السابق. انظر هنا، شو أخذنا يمس حروف من هاي الحروف الموجودة هون؟ يلا نعدهم مع بعض: ألف، باء، تاء، جيم، حاء، دال، راء، زاي، سين، شين، صاد، عين، غين، فاء، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. أحسنتم، هذه الحروف التي أخذناها في السابق. هيا نستمع إلى قصة الحرف الجديد. قصة الحرف: أكملت ثريا 3 سنوات. اشترت لها أمها ثوبا جميلا. اشترت لها أمها ثوبا جميلا. وأحضر لها والدها كتابا عن الحيوانات، به صورة الثور وصورة الثعبان. فرحت ثريا كثيرا. هيا يا أبطال، ما اسم البنت في القصة؟ ثريا، أحسنت. ماذا أحضرت لها والدتها؟ ثوبا جميلا، أحسنتم. ووالدها أحضر لها كتاب فيه صورة ثور وثعبان. أحسنتم، أحسنتم. كم أكملت ثريا؟ 3 سنوات. رائعين. هيا نردد معا كلمات القصة: ثلاثة، ثلاثة، ثوب، ثوب، ثعلب، ثعلب. حرفنا الجديد هو حرف الثاء، وصوته اث 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 اث. شوفوا كيف، لاحظوا كيف أنا بطلع لساني خارج فمي لكي أنطق الحرف اث اث. أحسنتم. لنرى معا، هذا هو شكل حرف الثاء. طب يا حلوين، بشبه مين من الحروف حرف الثاء؟ هلا بنعرف مع بعض بشبه مين من الحروف. خلينا نشوف بس: اث آ ثا، اث آ ثا، اث أو ثو، اث إي ثي، ثا ثو ثي. طيب يا مس، زي ما احنا شايفين هون عنا على اللوح، في عنا مجموعة من الحروف. حرف الباء، إب إب، تحتيه نقطة واحدة، حرف الباء، فوقه نقطتين، تاء. أما حرف الثاء ففوقه 3 نقاط. لاحظوا، 3 نقاط، هذا هو حرف الثاء: باء، تاء، باء، تاء، ثاء. طيب كم شكل له حرف الثاء؟ حرف الثاء له شكلين، هكذا يكتب في نهاية الكلمة، متصل أو منفصل، والشكل الآخر مادة إيد عشان يمسك بالحرف اللي بعديه بهذا الشكل، زي كلمة ثوم. هاي حرف الثاء في بداية الكلمة ماسك بحرف الواو. أحسنتم، هيك بنكون تعرفنا على حرفنا الجديد وهو حرف الثاء. إليكم في الحصة القادمة، مع السلامة.